ما يراهن الإسرائيلي بشكل كتير كبير إنه المقاومة ما قادرة ومأزومة وما قادرة توسع المعركة، لأنه أبدا مش الأمور هيك، حيكون في توسع على المعركة وفليكن ما يكون. يسعى نتنياهو لإجبار لبنان ومقاومته للوصول إلى اتفاق قبل وقف إطلاق النار في غزة. بترجع بتقلي إنه المقاومة قادرة تسقط F-35، بقولك لا، بس صرت أنت بمرحلة تانية من المواجهة. الجهاد فرض عين، نصرة أخيك وتحرير أرضك المحتلة فرض عين، وقت اللي أنت بدك تنقي من الدين شقفة قالكن العميد ما تصوموا، أنا حقلكن لا تصوموا ولا تصلوا. أهلا وسهلا فيك سيد شاكر، مرة جديدة عبر لبنان أون. أهلا وسهلا فيك وبكل متابعينكم وباللبنان أون. استيقظنا اليوم على خبر إسقاط طائرة من قبل المقاومة في جنوب لبنان من نوع هيرمز 450، أكيد تابعة للعدو الإسرائيلي. أكيد. أول شيء كيف تقيم هيدا الضربة لنرجع نشوف ردة الفعل يلي صارت بعد منها؟ خليني أنا أقول المقاومة عم تتعاطى بكل مرحلة من مرحلها بأسلوبه بطريقة مختلفة. بدأ العدو الصهيوني بتوسيع ضرباته لمحاولة توسيع المعركة. هون هذا بنحكي فيه بجانب تاني، لأنه بدنا نحكي إحنا عن المعركة بالمنطقة ونتنياهو ما يحدث بفلسطين. خليني بالشق اللبناني بهذا السؤال، المقاومة لم تستخدم الدفاع الجوي إلا بحدود قليلة، صارت هاي تالت مرة. اليوم إسقاط هذه الطائرة الأهم عند الإسرائيليين تم إسقاطها، أفقدهم صوابهم وبدأوا بعملية توسيع الضرب. يظن نتنياهو والقيادة الإسرائيلية أنه المقاومة نتيجة الوضع الاقتصادي اللبناني ونتيجة التركيبة اللبنانية أنه حزب الله لن يقدم على توسيع المعركة. من هذا الظن تبعهم عم يبدأوا بعملية توسيع الضرب من مكان إلى آخر، وشفنا لحنا كيف عم بيكون تتجاوب الناس المختلف انتماعها بالسياسة حول نوينكم وشو عم تعملوا وشو عم تسيبوا، هددتوا بتكون تعملوا. اليوم المقاومة كان ردة بعملية إسقاط الطائرة، عم تقول انه لحنا موجودين ولحنا قادرين، ولحنا اذا استمر بعملية توسيع الضرب حيكون في تعاطي بشكل مختلف، ولحنا بنعرف الوضع الداخلي اللبناني عم نراعي، ولكن كمان على هذا العدو في خبر مني اكيد منه. اليوم الرئيس بري خبر مبعوث الامم المتحدة انه اي ضرب لبيروت حيكون مقابله قصف لتل ابيب. فاذا ما يراهن الإسرائيلي بشكل كتير كبير، وأنا هلأ عم بحكي هاي معلومات، ما يراهن الإسرائيلي بشكل كتير كبير إنه المقاومة ما قادرة ومأزومة وما قادرة توسع المعركة، لأنه أبدا مش الأمور هيك. بحال هيستمر بالضربات بهاي الطريقة هاي هيكون في توسع على المعركة وفليكن ما يكون. هلأ نحن بنعرف كلنا إنه بالمراحل يعني إحنا في ضغط أمريكي هائل لعدم توسيع المعركة، في ضغط أمريكي هائل بالموضوع الفلسطيني هلأ بنحكي فيه، بس احنا بموضوع اللبناني في ضغط أمريكي لعدم توسيعة المعركة. يسعى نتنياهو لإجبار لبنان ومقاومته للوصول إلى اتفاق قبل وقف إطلاق النار في غزة عبر توسيعة الضرب وضرب الأهداف. هي الخطة الثالثة أو المرحلة الثالثة اللي حكي عنها الأمريكي، أهداف منطقات، وهدول عم يترجمها عنا هون، مش عم يترجمها بداخل فلسطين. يسعى أنه يفرض اتفاق ليأخذ ضمانات بعودة المستوطنين ويعمل اتفاق نهائي مع إغراءات. هيدي الإغراءات احنا معودين عليها، هلأ في إغراءات بعد شوي بيهربوا منها. بكل الحالات المقاومة رد واضح، بعد وقف إطلاق النار نحن جاهزين مع الدول للنقاش حول موضوع نقاط الخلاف. بعد معركة بعد وقف المعركة في غزة ووقف إطلاق النار، هذا الضغط اللي عم يعملوه مش حيؤدي إلى شيء. عم يلعب على حافة الخطر نتنياهو إنه هذا الضغط ممكن يؤدي معه إلى نتيجة. أنا حقول هذا الضغط حيؤدي إلى مواجهة شاملة، وحيكون الثمن كتير كبير على هذا الكيان. لا أكيد إحنا في ثمن ندفعه، ولكن إذا كنا يعني غير مخيرين بهي المسألة من باب الدفاع عن النفس، حتكون هناك معركة كبرى ولن يكون رابح فيها هذا الكيان مثل ما هو مفكر ومتصور بالشكل اللي هو مفكره. هو يسعى إلى إذا توسعت المعركة أن دخول بري، هو بيعرف ما في إمكانية للدخول البري، يسعى أن تكون هناك معركة بالطيران وبالقصف يقدر يعملها. هيدي المعركة سلاح ذو حدين، مثل ما هو يمتلك طيران ويمتلك صواريخ ومدفعية، نحن هاي المقاومة تمتلك في لبنان كمان صواريخ ومدفعية، وهي المعركة ما ضروري تتوقف عند حدود لبنان ساعتها.
رح تتوسع إلى كل منطقة وسمعناها عن على ألسنة كل الأسلحات الأخرى. ولكن أستاذ شاكر اليوم السؤال دائما بيطرح حاله هو سلاح دفاع جوي إذا موجود عن حزب الله نعم أو لا. أكيد ما فينا نحكي بشكل واضح وبشكل مفصل، ولكن تقديريا اليوم الضربة اللي عملها حزب الله لشو بتعطي مؤشر؟ لك سلاح دفاع جوي فيه، ولكن خليني كمان أقول هي مقاومة. يعني سوريا تمتلك سلاح دفاع جوي مع التقن F-35 ومع F-16 ما فيك تعمل شيء، أما مع المسيرات ومع طائرات الهليكوبتر في إمكانية. أكثر من هيك في حبي بعض الحالات حتى F-16 كانت عم تحكي أنه هناك رادارات بلبنان عملت عليها أطباق، يعني رصدت حركتها بلبنان وتم أطفاء يعني رسالة، هاي كانت رسالة أنه فيه. ولكن أنا عملية الدفاع الجوي روسيا بكل إمكاناتها وقدراتها، هناك مسيرات وصلت وضربت الكرملين. هاي المقاومة اليوم عم تحاول بما تمتلك من سلاح دفاع جوي محدود و بقدرتها وباستخدام بشكل جيد لتقول هذا يعني هذا العدو انه هاي المسيرات وهي طائرات الهليكوبتر تبعتك بعد شوي ما ممكن بقى تستخدمها بالشكل اللي كنت عم تستخدمها فيه، حتتعرض الى مواجهه وحيتم اسقاطها. بترجع بتقلي انه المقاومه قادره تسقط الاف 35، بقول لك لا، بس صرت انت بمرحله ثانيه من المواجهه. مشان نعم. هيك في سلاح دفاع جوي موجود، وهي بدليل انه اسقطت الطائره. نعم. ردت فعل الاسرائيلي على هذه الضربه باستهداف لاول مره بهذه الحرب تحديدا منطقه او محيط بعلبك تحديدا. لا لك هي حجه انا برايي ايه. حجه لعلاقه شو لها يعني يسعى بعلبك وبين يعني اسقاط طائره على الحدود في ضرب من يومين بالقصير، ضرب عم يضرب بعلبك، ضرب اليوم ضرب بسور. العدو عم بيحاول يوسع، مثل عم بيحاول يستغل تشكيل عملية ضغط على المقاومة كي ترضخ المقاومة للوصول إلى اتفاق قبل الاتفاق بوقف إطلاق النار بغزة، وهيدي ما حتصير. نعم. هاي أبدا ما حتصير، ما إلها علاقة بإسقاط المسيرة، هيدي إلها علاقة بالموضوع النائلك. عم بيحاول نتنياهو أن يهرب من الضغط الأمريكي بعدم توسيع الجبهة وبوقف إطلاق النار اليوم المطروح بغزة، هذا الهروب شفنا الأداء تبعه اللي عم بيحاول يعمله بلبنان. نعم، فينا اليوم نحكي عن انه قواعد الاشتباك سقطت بشكل تام؟ ما في شيء اسمه قواعد اشتباك، هي حرب، نحن بمعركه، هي معركه بين الحروب نحن سميناها. نعم. قواعد اشتباك بيكون بين الامريكي والروسي فوق سوريا، انه انت ما بتقرب من هون انا ما بقرب من هون، هي اسمها قواعد اشتباك، بس بحاله معركه مفتوحه ما في قواعد اشتباك. توسعة المعركة من بادر فيها اليوم بالتوسعة هو الكيان الصهيوني. المقاومة كانت عم تتعاطى بأهداف لنصرة غزة، لمؤازرة غزة، لتخفيف الضغط عن غزة عبر إيجاد منطقة عازلة بعمق، بلشنا باثنين كيلو، عمق الإسرائيلي وعمقنا إلى 5، اليوم إلى 8 كيلومتر داخل الكيان. هناك حياة اقتصادية واجتماعية وشعبية مشلولة مثل ما احنا عنا بالمنطقة اللي عنا. فإذا أنت عم تتعاطى حسب ظروف المعركة والمطلوب للمعركة عم تعمله، أدت نتيجة إلى شل هذه المنطقة اقتصاديا، إلى تهجير المستوطنات الموجودة على كل هذا الحدود، وإلى إجبار الجيش هذا الكيان الصهيوني إلى حشد قوات عسكرية. واليوم يحكى انه بحدود 60% صار من جيشه محشود في هاي المنطقه. فاذا انت عم تحاول تخفف الضغط عن اهلنا بغزه، وعم تحاول تقول لهذا الكيان انه بالاخر اليوم انا عم قاتلك على الحدود، هذا الكيان تعود علينا ان يغذونا، وصل الى بيروت بالزمان. صحيح. هذا الكيان تعود ان هذا لبنان مره قالوا بفرقه موسيقيه من الجيش الاسرائيلي فيهم يوصلوا الى بيروت. اليوم انت عم تقاتل على الحدود، على الحدود، وفارض عليه انه هيدي الحدود محميه بالمقاومه وبالجيش اللبناني وبالشعب اللبناني. البعض تحدث عن تناقضات بخطاب السيد ضمن الاهداف يلي حضرتك هلا شوي ذكرتها، اذا بدنا ناخذها او نفصلها بثلاث نقاط. لما تحدث انه نحن كمقاومه رح ندخل بريا او نتدخل بشكل اوسع في الحرب في حال صار في اجتياح بري لغزه، رجع بعدين طرح معادله الدماء بالدماء بعد ضربه النبطيه والمجزره يلي شفناها للاسف، والرد على اغتيال العروري في الضاحيه الجنوبيه. كل هذه المعادلات ما شفنا لها تطبيق في ارض الواقع. كيف تنظر اذا الى البعض يعني من يقول انه عن هذه المعادلات هي تناقض؟ المشككين موجودين دائما، ولو ضويت العشره هلا اذا وسعت المعركه حيطلع يقولوا لك خربت لبنان وعرضت لبنان إلى مواجهة وإلى تدمير وإلى آخره. إن قاتلت بالحدود اللي أنت محددة واللي أنت رسمها،
بيجي بده يقولك ولو ما انت قلت قبل بدك تعمل شو ما عمل مش حتنحل الخبرية. مشان هيك المقاومة تتعاطى بالأهداف اللي هي رسمتها وبالممكن ومئة الأمور بشكل جيد. وتعمل لك أنت لأول مرة عامل منطقة عازلة داخل الكيان بعمق 8 كيلو عسكريا بصواريخك، وهذا اللي كان عم يطالب الكيان بإبعاد المقاومة إلى 8 كيلو إلى الخلف، ما ضل حدا ما أجا ضغط بهذا الاتجاه صحيح. حتى يلغي هاي 8 كيلو اللي عملها أنت في عمق الكيان. فإذا المقاومة اللي لازم تعمله عم تعمله بالمرحلة هاي. هلأ موضوع إذا دخل الإسرائيلي إلى غزة، نحن قلنا من أول يوم وبمقابلة عندكم ممكن يدخل الإسرائيلي. هلأ ممكن ينتصر الإسرائيلي، هذا حكي تاني. هاي المقاومة اللي عم تقاتل 5 أشهر، مبارح طلعت الصواريخ من شمال غزة، بعده لحد اللحظة هاي حي الزيتون بغزة بعده عم بيقاتل لهلا. فإذا هاي المقاومة بعد حتى اللحظة هاي بعد ما زالت تقاتل. هلا بتقلي بخف الزخم، بيكبر الزخم، بتصير بشكل أوسع، هاي مختلفة حسب طبيعة المعركة وطول وقتها وقدرات المقاومة. اليوم الإسرائيلي يستنزف بداخل غزة، المعركة بداخل غزة ما زالت مستمرة. عم بيقول انه انا بدي روح على رفح، طب انت بعد ما خلصت شمال غزه لحد رغم كل التجريف، رغم كل الثمن الغالي اللي عم يندفع، ما عم نقلل منه ابدا. شو رايك ولكن القوه مستمره اللي بيحكوا عن هذا المشهد اليوم؟ شو بقى من غزه وشو لها طعم المقاومه اذا ما بقى في حجر على حجر؟ وشو لها طعم اساسا اللي كان تحكي بالسياده؟ هدول تقول السياده اللي عندنا هون، شو لها طعم السياده وشو له طعم الانتماء الوطني اذا ما دفعت عن وطنك اذا كان محتل؟ إذا كان نحن أمام عدو غاشم بهذا الشكل تعود على ارتكاب المجازر من الأربعينات وهو يرتكب المجازر وصولا لكل تاريخه، هذا الكيان قائم على ارتكاب المجازر. طيب في أمامنا حل من اثنين، أما من هاجر ومترك له أرض، يعني منقول للفلسطيني طلع من فلسطين خلص خلصنا سكر الموضوع، أما بتقاتل وفي تمن بدك تدفعه، في تمن الناس عم تدفعه حتى تقول هاي أرض لألي. طيب انا وحدا يحتل وقت اجى الاسرائيلي فات حتى وصل الى العاصمه بيروت، طيب نحن قتلناه، فات على المدينه بينا عم نقاتله، ما استسلمنا، طلب من الناس روح تختم هويتها، منعنا الناس تنزل تختم هويتها وواجهنا هذا العدو واجبرناه ان يخرج من بيروت بانسحاب كيفي لاول مره بتاريخه. طيب بدي يجي يقول له للفلسطيني انه لا ما تواجه العدو اذا احتل لك ارضك له 75 سنه؟ قلت انا جربت كل الخيارات السلمية وغير السلمية والاتفاقيات الدولية وغير الدولية، ما طلع معنا شيء. شفنا اليوم هذا الاصطفاف الغربي والأمريكي ومن العالم الاصطفاف مع هذا الكيان وتبريره لقتلناه، ما بدون يشوفه لا الأطفال ولا المجاعات ولا المجازر. في 100,000 مش 30,000، في 100 بين تحت الردم وفوق الردم المستشفى، في 100,000 والعالم كأنه ما في شيء، كأنه ما يعلم. ولكن صمود المقاومة اليوم بدأ يغير المشهد والصورة على مستوى العالم. هون بدي اتوجه بالتحية لروح الطيار الامريكي اللي احرق نفسه امبارح امام سفارة هذا الكيان وعم يهتف لفلسطين. هذا التغير بالموقف الامريكي ما اجى بالصدفة. نتنياهو اليوم امام مشكلة جدية وحقيقية مع الشعب الامريكي ومع الحزب الديمقراطي بالاضافة لترامب والمعركة الانتخابية. نعم. اليوم ما وصل الامريكي الى مكان ما بقى فيه يكمل، لانه من كان يقود المعركة هو الامريكي. لا كل يوم بيومه الأسلحة، الخط الإمداد الجوي مفتوح، جسر الجوي بإمداد هذا الكيان، لأنه هذا الكيان ما ضل عنده شيء ما ضربه بغزة. هذا الجسر الجوي المعمول لدعم هذا الكيان، هذا الجسر الجوي وقت البدو الأمريكي بيوقف هذا الجسر الجوي، بيوقف المعركة. اللي رافض وقف اطلاق النار هو الأمريكي، ولكن وصل على محل الأمريكي اليوم يقول لنتنياهو خلص بدك توقف. انا من كم يوم كنت عم أقول انه لا نتنياهو بده يكمل، وانا بعد مصر نتنياهو بده يكمل رغم كل الضغط الامريكي، بدليل انه نتنياهو اليوم امام استحقاقات بتقول الامريكي عم بيقول له بدك توقف، المصري عم بيقول له بدا، يعني بحال بدات بمعركه رفح وفيلادلفيا انا حعلق اتفاقيات السلام. نعم. وحتروح الى تداعيات ما حدا بيعرف لوين ممكن توصل، لانه بالاخر المصري عنده ما يقارب 15 مليون لاجئ من السودان وصومال، وهدول كلهم قوم، ومليونين فلسطيني في داخل مصر وفي سيناء قوم تاني،
بالنسبة له للمصري رافض الفكرة تماما. وأنا أقول ما في نتنياهو يربح إلا إذا وافق المصري. أنا سميته تآمري ومتعاربي. المصري اليوم رافض بشكل كامل، فإذا ما قادر يحقق إنجاز. شو بيعمل نتنياهو حتى يهرب من الضغط الأمريكي؟ ودى أول شيء وفد بلا صلاحيات، ضغطوا عليه رجعوا ودوا وفد بالمجلس الوزاري المصغر مع صلاحيات. مبارح بيوبخ برئيس الموساد الإسرائيلي أنه أنت منك حازم وما عم تقدم هاي، بيطلع بمبادرة اليوم الثاني. تصوروا للحل باليوم الثاني. شو اليوم الثاني؟ عم بيلغي كل الضغط الأمريكي وكل التسوية، عم بيقول لحماس قولي لا، حتى يقول هن اللي ما قبلوا مش أنا ما قبل. عم بيقول لحماس من وقف ست أسابيع بياخد الأسرة كلهم، مش ما بيض سجون، بالمقابل بدي كمل المعركة بعدين على رفح، بعدين ما بدي أنا يعني بموضوع الإعمار وغير الإعمار ما بدي أعمل أي، وبدي أعمل لا سلطة فلسطينية رغم أن السلطة ما قبلين فيها، لا سلطة فلسطينية ولا حماس، بدي أرجع أعمل إدارة محلية يعني مثل ما لجان القرى اللي عملوها بالستينات وفشلت اللي حاولوا يعملها الكيان الصهيوني بالضفة الغربية. هذا المشهد أكيد حماس والدول العربية حيقولوا له لا. وقت اللي بيقولوا لا حيقول للأمريكي أنا مشيت هن ما قبلوا. هون بدنا نشوف الموقف الأمريكي والضغط الأمريكي كيف حيكون عمليا. هيدا بموضوع أنه أنا رحت على المفاوضات، ولكن هن عم بيحاول يرمي المسؤولية عن حاله. عم بيحاول بلبنان أنه يكمل بمشروعه رغم الضغط الأمريكي بعدم توسعة المعركة بلبنان، حفاظا على الكيان، مش حفاظا علينا، مش خايفين علينا الأمريكان. فإذا نتنياهو هيدا مشروعه، والأخطر اليوم هو المشروع الآخر، وهلأ حنحكي فيه لأول مرة. نعم، شو هو موضوع الأنيروا وألغاء الأنيروا؟ مش عم تلغي أنت هيئة دولية، هيدي الهيئة الدولية اللي عم تلغيها أهميتها أنه هي تهتم بشؤون الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات. وقت بتلغي هاي المؤسسة تحت عنوان انه في 12 واحد منهم قال كانوا مع حماس، من عم تحكي ب 130 الف موظف انت او اكتر، انه ايه في 12 واحد مع حماس؟ ما حدا قادر يثبت هذا الموضوع. فرضية على اثر تجاوب دغري الامريكي وقسم كبير من الدول الغربية، وقفنا يعني عم تلغي القضية الفلسطينية. الانروا معنية بالاهتمام بالشؤون الانسانية لهدول اليوم اللاجئين، ان كان بداخل فلسطين او خارج فلسطين. هدول اللاجئين وقت اللي عم تسقط هاي الجمعية، يعني انت عم تسقط حقوق هدول اللاجئين الموجودين اليوم في الداخل وفي الخارج. هيدا من ناحية. من ناحية تانية شو بيقول القرار تبع اذا لسبب ما الانروا اغلقت، يحق للفلسطينيين هون الترانسفير بشكل تاني. اذا المصري ما قبل وقت اللي حيمنع الاعمار الاسرائيلي وحيحطوا الفلسطينيين بمعسكرات شبه معسكرات اعتقال محاطه بالجيش الاسرائيلي ومطلقه يده امنيا عليهم بشكل كامل وعسكريا، بعد التجريف اللي عملوا بالشمال يحصرهم في منطقه جغرافيه معينه. نعم، حيقولون امامكم خيار تاني، يلي بده يطلع يطلع. تصبح الدول الموقعه على دعم الانروا وعلى مساعدات الانروا، اي فلسطيني بيوصل لها ملزمه باعطاق حق اللجوء، لانه بطل في هاي التقديمات تبع الانروا. عم بيحاول ان يوجه الفلسطينيين مثل ما وجههم بالنار من شمال غزه الى وسطها، من وسطها الى الجنوب، من الجنوب الى رفح، ها جنوب الجنوب ولا فيلادلفيا. اليوم بده يوجههم بالضغط الاجتماعي، بالضغط الاقتصادي، بالضغط الامني، بالضغط العسكري، بمنع الاعمار، انه امامكم خيار تفلوا من غزه ليعمل التهجير الديموغرافي. هذا اللي حكيوا عنه هن طوعا، هذا مش طوعا، هذا قهرا وقصرا. هذا اللي عم بيحاول يعمله نتنياهو. هون احنا بدنا نحذر من هاي الخطوه بهي بحال صارت. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه يسعى ان ياخذ قصه الاسرى الموجودين لدى حماس، وعم بيحاول يضغط انه دفعة واحدة. ما تمتلكه اليوم المقاومة في فلسطين الشطن ورقة الأخير، هن المقاومة اللي عم تحاول ما بتخليه يستقر بالمناطق اللي دخلها، والورقة الثانية هي الأسرى الموجودين. لو صحلوا لنتنياهو يقتلهم كان قتلهم، خلص من هذا الموضوع. لهلا ما قدر عمل هذا الموضوع، في ضغط عليه داخلي، في ضغط أمريكي، في ستة أمريكيين بعدهم موجودين من ضمن الأسرة، في ستة أمريكيين بايدن عنده انتخابات بده إياهم. طيب الضغط هيدا عم بيحاول إن لا مرة واحدة بناخد الكل، إنه برجع بكمل أنا، بكون قطعنا رمضان، برجع بكمل أنا بعد ست أسابيع.
هون المقاومة لازم تبقى يعني محافظة تتحملوا كثير بشمال غزة من الجوع عم توقع الناس، يعني مجاعة بشمال غزة بوسطها وبجنوبها شبه مجاعة صح. والمحاصرة الناس ببقعة جغرافية والأمراض بدأت تتفشى، بس بيقول دفعنا الفاتورة الكبيرة لحنا بالربع ساعة الأخيرة علينا نتحمل هذا الضغط أن يكون التبادل، نصر على مواقف الأولية للمقاومة تبييض السجون، وأن تكون على مراحل لإطالة فترة وقف أطلاق النار لتثبيت وقف أطلاق النار، المنع بيسموه مثل ما عملوا عندنا بلبنان وقف الأعمال الحربية وقف هدول، وإلزام العدو يعني ينسحب من قطاع غزة. إذا ما حققنا هدول منكون نحن ماشيين بالشكل اللي عم يوجهنا عليه نتنياهو ورايحين لتحقيق أهداف نتنياهو غصما عنا تحت عنوان ضغط اللي عم يصير والمجاعة والأتمان اللي عم تندفع. في مصدر من حماس مسرب اليوم انه حماس كانت تتعرض الى ضغوط بمصر كثير كبيره، وانه هناك تمارس عليها ضغوط كثير كبيره، والسلطه اليوم حكي ابو مازن انه قبلوا بالتبادل. ايه بس بنقبل بالتبادل مش على طريقتنا نتنياهو. على طريقتنا بدك تقبل على الطريقه الممكنه لتحقق اكبر مكاسب. طب ما انت عندك مش معركه بس موضوع وقف اطلاق النار، عندك الاعمار، عندك المواد الغذائيه صحيح، عندك الموضوع الطبي وصحي، عندك انت مجموعه نقاط اذا ما حليتها هلا وتفهمت عليها كيف بدك تروح على حل. فاذا خليني ارجع نركز الانيروا، ما يحدث بشان الانيروا مش عم حل جمعيه، انا مش عم حل مؤسسه، انا بجيب مؤسسه تانية محلها. خطوره ما يحدث له علاقه بموضوع تهجير الفلسطينيين والزام الدول الموقعه على اتفاقيه مع الانيروا انه تستقبل هيدي الناس اللي بتطلع لبرا. هون بدنا ننتبه على هاي، هون عم نقول لكل الناس، لكل الدول العربيه، لكل الدول بالخارج، خطوره ما يحدث بالانيروا اللي هو كذب ونفاق، ما في شيء مثبت فيه. الموضوع له علاقه بعمليه تهجير الفلسطينيين. هون بدي اقول لك دائما كنت تحكي عن الخذلان العربي ببعض الاحيان وببعض المحلات، خصوصا اليوم بعد طوفان الاقصى. ليك عندك تعويل على اي دور عربي بموضوع الانيروا تحديدا؟ اليوم لفتني تصريح يعني موقف للعميد مصطفى حمدان، بوجه له تحيه لاخ وعزيز، انه عم يطلب من المسلمين للمليارين ما تصوم، لانه كمان ما فيك تنقوا الدين بهيك بشكل استنسابي. الجهاد فرض عين، نصره اخيك وتحرير ارضك المحتله فرض عين، وقت اللي انت بدك تنقي من الدين شقفة قالكن العميد ما تصوموا، انا حقلكن لا تصوموا ولا تصلوا. عم تكذبوا عمين؟ عم تكذبوا عمين؟ ما في واضح الامر الشرعي واضح، الجهاد فرض عين. قال من يستطيع الجهاد لمن يستطيع اليه سبيلا. قال له اما يعني بجسدك اما بمالك اضعف الايمان بلسانك. طب اذا ثلاثة ما عم تعملون حبيبي انت شو؟ انت شو؟ اليوم هذا المجتمع الدولي عم يقف معك، هذا الطيار منه مسلم اللي حرق حاله وعم يقول انا فداء لغزة ودفاعا عن غزة والحرية لفلسطين، انتو شو عم تعملوا؟ هاي الدول العربية شو عم تعمل؟ ما حدا يتحجج لي بحماس، خبرية حماس انه الاخوان المسلمين واذا ربحوا حماس الاخوان المسلمين بيتحركوا بالدول العربية. ما تحاصرنا ب 82 ببيروت وما شفنا خلقت حدا فيكم، ما كان في حماس بعد موجوده، وطلع عليكم ياسر عرفات الله يرحمه، لو جيتوا على الجمال من اقصى الصحراء كنتوا وصلتوا. ما يحدث اليوم معيب، ما يحدث اليوم ما حدا حيسلم منه. تداعيات 7 اكتوبر مش حتوقف عند محل، هيدي التداعيات حترتد والارتداداتها وحتستمر. هذا الارتداد ما حدا حيكون خارجه بمنأى منه. اليوم هناك موقف عربي متخاذل يا أخي، ما طردوا السفرة هذا الكيان. طيب أكثر دولتين وأول دولتين طبعوا مع هذا الكيان مصر والأردن، إيه شو حصلوا؟ شو استفادوا؟ سلموا من هذا الكيان؟ بعده الكيان عم بيقول لهم بدي هجر 67 اللي عندكم الضفة الغربية وبدي هجر غزة اللي عند المصاروي، مثل ما عمول يهجر 48 لعنا على لبنان. طيب انه عملتوا اتفاقيات معه قدركم اياها يعني ورعاكم وما عاد عمل ما عاد تآمر عليكم؟ انحكى اذا وقعنا اتفاق مع هذا الكيان بحبوحة اقتصادية، الاردن ميتين جوع ومصريين عندهم ازمة اقتصادية طويلة عريضة. شو طويلة عريضة عندهم؟
فكل هيدي الخبريات سقطت. انا عم اقول تداعيات اليوم ما يحدث واللي صار بطوفان الاقصى مش بلشنا باولها، ارتداداتها حتستمر. هلا هاي محطه، هاي معركه على طريق التحرير، هاي مش ما خلصت الدنيا هون، هيدي المحطه بدها تكمل طالما انه نتنياهو ما قادر. يعني انا مصر رغم كل المعاناه تبع اهلنا، وانا مقدر هذا الحكي، ان لا يتم تهجير اهلنا وان نتحمل ضغط اللي عم نتحمله، رغم من انه في اطفال لو عندهم شرف اساسا الحكام العرب شايفين اطفال عم ياكلوا من الزباله وعم ياكلوا خبيزه وعم ياكلوا حميضه وعم ياكلوا اكل الدواب ما بتاكلوا، ما عندهم اولاد ما عندهم احفاد شايفين وساكتين. طيب ليش؟ طيب شو بيحرككم؟ امتى بتتحرك النخوه عندكم؟ امتى بتتحرك الكرامه العربيه عندكم للدول الاسلاميه؟ امتى بتتحرك الكرامه الانسانيه للدول باقي العالم؟ هيدا الموضوع الانساني، القتل هدول امتى بتتحركوا؟ مشان هيك ما يحدث اليوم وصمه عار في جبين المجتمع العربي اولا والاسلامي ثانيا والعالمي ثالثا. هي وصمه عار، هيدي جريمه العصر اللي عم تصير، هاي ما عدنا شفناها من يعني بعد الحروب الكبيره، ما عدنا شفنا جرائم مثل هاي. هيدي الجريمه اذا فكروا حدا حيكون بمنأى منها ومن تداعياتها بعدين هو مخطئ. إيه طبعا هناك تآمر عربي على فلسطين وهناك تخاذل عربي واسلامي. من التعليقات اللي ممكن نسمع على هذا الحكي، اكيد نحن هون ما عم نقارن قدرات الدول بقدرات فرديه، ولكن اذا اليوم سالوا العالم كتيار عربي شو عمل بهيدي الازمه تحديدا اليوم؟ نحن بالتيار العربي اعلننا وبدأنا وعملنا التعبئة، ولحنا على جهوزية كاملة ندافع عن بلدنا عن لبنان وننصر أهلنا بفلسطين. لحنا كل أخواننا يعني تم تعبئتهم بشكل كامل. لحنا كنا حالين المكتب العسكري لأنه ما في داعي بالداخل اللبناني، كان في دولة وفي هدول وفي جيش لبناني. وقت إلا إذا صار عدوان خارجي على لبنان بإمكاناتنا اللي بنطلبها، هي إمكانات متواضعة الموجودة عنا، ولكن نحن بالموجود نحن على جهوزية تامة وعلى تنسيق مع المقاومة وبعتقد يعني المطلوب والتوسيع بحال التوسعة كل واحد فينا بيعرف حاله شو حيعمل. اليوم ضمن التعبئة بعدكم فقط؟ بعد انت بالتعبئة مش بس حال عملت تعمل تعبئة وجهوزية للناس، انت حال المكتب العسكري من سنوات ما في له وجود، رجعت قعدت نشاط يعني نشاط وتعبئة الناس وتحضيرهم وتجهيزهم وتسليح القوى اللي بدها تقاتل. هيدي المسألة مش ببساطة. فلحنا بحال توسع العدوان، نحن على تنسيق كامل مع المقاومة واللازم نعمله وما حنعمله بدفاعا عن بلدنا. نحن ما ممكن نقبل أن نكون شهود زور على احتلال بلدنا. نحن سيادين حقيقيين، نحن سيادين بالدفاع عن بلدنا ضد أي اعتداء خارجي علينا. بموضوع نرجع لموضوع رفح وفيلادلفيا وغزة، يحكي اليوم عن تسوية أو أنه تم التوصل نوعا ما إلى اتفاق لإطار جديد للهدنة في باريس تحديدا. شو رأيك؟ ممكن يسري مفعولة ولا كمان ترجع تتعرق بمكان آخر بزريعة إسرائيلية معينة لا يستمر نتنياهو مثل ما حضرتك ذكرت قبل شوي بالأهداف اللي حطتها؟ يعني عمليا أنا جاوبت على السؤال بس عيد بشكل سريع. اتفاق نتنياهو عم يحاول يفرغه من مضمونه بطرحه رؤيته لليوم الثاني وأصراره عليها، يعني عم بيقول للفلسطينيين ما تقبلوا لأنه يعني عمليا هذا استسلام مش اتفاق لوقف اطلاق النار. بده يستعيد الأسرة نتيجة الضغط الأمريكي والضغط الشعبي اللي عنده بالداخل مقابل أن يرجع يكمل المعركة ويدخل إلى رفح. فإذا نتنياهو اللي عم يعمله عم بيحاول يرمي الطابة عند حماس انه هن رفضوا ما طرحوا باليوم الثاني يكفي لنسف كل هاي المفاوضات. نعم، استقالة الحكومة الفلسطينية مؤشر على شو؟ في حكي امريكي عن نيو سلطة، وفي حكي امريكي على انه السلطة هي تكون بداخل غزة، وهناك تجاوب من حماس انه نحن جاهزين نكون كجزء من منظمة التحرير ونحن جاهزين ما بقى بدنا نحكم غزة لوحدنا. نعم. يعني حماس قدم التنازل السياسي اللي لازم يتقدم من اول اسبوع انه نحن مع حكومة موسعة نحن منشارك فيها، نحن مع حكومة تكنوقراط اذا انطلب نحن ما بنكون مشاركين فيها. فاذا حماس كل الطروحات اللي ممكن تنطرح واللي هلا عم تنطرح اعلنت عنها قبل، حماس والجهاد وجبهة الشعبية أعلنوا، ولكن حماس بشكل أساسي أنه يكتمثل من السلطة بداخل غزة. نعم. فإذا
هذا التغيير اليوم الحكومة هل هو ضمن الطلب الأمريكي لتحديث بالسلطة وتوسعة الحكومة وأشراك وأدخال؟ خلينا نشوفه. بكل الحالات نتنياهو خارج كل هدول. نتنياهو لا قبلين بالسلطة لا قبلين بأوسلو. أوسلو اللي احنا رافضينه نتنياهو طلع ما قبلين فيه كمان. صحيح. يعني هو ما بحقق أهداف لا دولة فلسطينية ولا أي شيء. ونتنياهو رافض كل لا حماس ولا سلطة ولا 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 أوسلو ولا أي مبادرات من هدول النوع. عم يحكي عن مسك الأمن، عم يحكي عن تشكيل إدارات محلية تحت سلطة الاحتلال مثل لجان القرى اللي انعملت بالستينات. فإذا أنت رايح على استمرار الاشتباك وعلى استمرار المشكلة. سؤال أخير أستاذ شاكر، هل رح يكون شهر أدار هو الشهر المفصل بهذه الحرب؟ أنا برأيي الأمريكي ما بقى عنده طرف الوقت، والأمريكي هو صاحب القرار الأول والنهائي بموضوع هذا الكيان، ومن أدار المعركة من أول يوم هو الأمريكي، ومن كان رافض وقف اطلاق النار هو الأمريكي، ومن سلح وزخر هو الأمريكي، من حمل الكيان في داخل مجلس الأمن هو الأمريكي. اليوم الأمريكي قربنا على أبواب الانتخابات، يعني قربنا كل يوم عم نقرب نحن على أبواب الانتخابات، معني بضب هذا الموضوع وبضب هذا الملف. هو الوحيد القادر، هو الوحيد القادر على لجم هذا الكيان وعلى إيقاف هذا الكيان، رغم كل المناورات اللي عم يعملها نتنياهو، رغم أنه نتنياهو هو الأقوى في الداخل الصهيوني، ورغم أنه ما يعني بين اليمين واليمين المتطرف نتنياهو عم بيقدم أنه ما عندكم حل غير أنا، ولكن الأمريكي هو الوحيد اللي قادر على لجم نتنياهو، والأمريكي صار ما عنده طرف الوقت ليناور ويراوغ بهذا الموضوع. لهم كنت انتهت حلقتنا أستاذ شاكر، دايما بتشكر وجودك معنا، شكرا لك. شكر لكم، وانا هاي المنصة الموضوعية وهي مثلكم مثل المنصات اللي مثلكم اللي عم تسمح الرأي والرأي الآخر توصل لكل الناس. الناس بتحدد خياراتها، الناس هي بتقول لحنا مع هذا الخيار او مع هذا الخيار، ولحنا بالآخر المهم ان نتفق على الحفاظ على لبنان وحماية لبنان ونصرة اهلنا.